باسم شارك في 2011 وفقد عينيه وقال مكمل لما قال عيش حرية عدالة اجتماعية عشان يسقط ساقم ونظام مبارك. شارك في 2012 ونزل عشان خاطر ينزل ويقول يسقط يسقط حكم العسكر وينزل نظام المجلس العسكري لما حس بظلمه واستبداله. نزل في 2013 عشان يقول للاخوان لما لقى الناس دي بتتاجر بالدم وتتاجر بالدين. ولا كان اخواني ولا كان عسكر، كان ضد ده وضد ده. ولما كنا في كنا بننزل والشبكات ضد الاخوان كان اول واحد معانا. يعني هو باسم في طار ما بينه وما بين العسكر كبير، بهدلوه يعني. باسم اكتر بني ادم يعني انا شايف ان هو اكتر حد في الدنيا يتبهدل من كل الناس. يعني هو يعني انا عرفت باسم لما اتحبس عشاني، ما كنتش اعرفه قبل كده. يعني كنت اعرف باسم يعني ان هو حد من السويس من بلدي يعني، واتصاب يعني في عينه، بس اتعرفت عليه مره او اتنين. نزل واحنا محبوسين، كان اهالينا عاملين وقفه يعني، وهو الوحيد اللي اتحبس عشان يعني مسكوا 9 افراد، بس هو مسكوا فيه هو بالذات يعني، عشان هو كان شجاع، كان بيخش فيهم بقلب في الزنزانة، كان بيهتف يعني. ده بجد، ده حقيقي يعني، جوه الزنزانة كان بيهتف، ما كانش بيدخل حتى في الزنزانة، ما كانش في حد بيهمه خالص، كان عارف انه يعني في حق وعايز يجيبه مش اكتر. طلعت بقى حكاية بقى اللي هو مؤسس تمرد ومشترك مع الاخوان وكان بينزل معاهم وعشان خاطر الشرعية وعشان خاطر الرابعة وعشان خاطر، بس ما نزلش عشان خاطر يقول المرس ويقول رابعة. نازل وقف عشان خاطر قل الدم، لا عشان خاطر الظلم. وهقولها تاني، باسم كان بيطالب بحريته. باسم نزل قال يسكت يسكت حكم عشان خاطر الاستبداد. حبيبي يا خالي قطعت جريا، مين هيفتح عليا الباب تاني يا اخوي؟ كنت بتيجي وتروح عليا يا اخوي. هو ملوش حد اصلا، ملوش حد بمعنى الكلمه. بس احنا كمان قصرنا في حقه، ما عرفناش نجيب حق عينه، ولا لما اتحبس محدش عارف يجيب حق حاجة. فيعني ما كنتش عايز كل ده يحصل اصلا يعني. كان بيتصل بيا كنت اقول له ما تنزلش، دي مش معركتنا مش بتاعتنا يعني. دي كان اول مرة ينزل فيها يعني. بيصطادوا شباب مصر، بيصطادوا شباب مصر لدمارها على ايه؟ كلنا اخرنا حتة قط. حبيبي يا اخوي خلي بالك من عندك شاب حبيبي، خلي بالك منه، احنا شبابكم يا اولاد. بدل معايا، وحدوا الياء، بقول لك ها.